المراسل او السكرتير ماله قال له سيدي وصلتنا وصلنا عتاد مال دبابات ابرامس. قال له اي الحمد لله، شنو اجانا؟ قال له من هذا النوعيه ابو الصجم. قال له ولك هذا المدى ماله 600 متر، الدبابه تصير هدف للار بي جي، شنو احنا نصيد دجاج ماي؟ احنا نريد العتاد اللي ب 12 كيلو متر وب 10 كيلو مترات اللي كنت تستخدم الدبابه الابرامس. هكذا كانت هذا حوار لاسلكي وانت تسمعه؟ اي انا يعني سمعها يحكي ويا صاحبه. بعدين انا اتصلت بيه قلت له شنو هاي؟ قال هذول جايبين عتاد مدى 600 متر وهو صجم، يعني مال واحد صيد دجاج ماي بيه. فهكذا تعاملوا معنا ولم يقدموا شيئا، وقالوها صراحه حكومه المالكي قائمه لا نقدم اي دعم الى ان تاتي الحكومه الجديده. اذا هذا استهداف شخصي؟ لا يعني هسه قد يكون استهداف شخصي. نعم لانه لانه انا طلعتهم، هالشيء اعتبروها اي طلعتهم. يعني هم حتى في ايضا عراقيين، ساسة عراقيين تحدثوا وكتبوا قالوا اذا كان العراق يحتاج الى طيران امريكا او غطاء جوي امريكي، لماذا اخرجهم الحكومة او المالك؟ بصراحه ما كنا، انا شخصيا اتكلم عن نفسي وانصح اخواني الذين يفاوضون الامريكان ان لا يامنوا، لان الامريكان سلاحهم مواقفهم كلها تجاريه سياسيه، يعني ما يبيعك دبابة مثل ما تبيعك بقية الدول، يبيعك إياها سياسياً.